السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الأسبوع الماضي كان عندي اختبار في الكلية وفي المادة اللي درسها، وفي واحد من الطلاب مكسيكي أنهى الاختبار سريع جدا، لدرجة أعتقد أنهى الاختبار في أقل من 10 دقائق، يعني الاختبار مدة ساعتين. فالآن يعني أنا بديت أشك أنه ربما الأسئلة كانت عنده تمام. والأسئلة طبعا أنا اللي واضعها، فأعرف أنه ما في حد كانت عنده الأسئلة، يعني مستحيل، يعني وضعتها الليلة اللي قبلها فقط، يعني أحضرته وسألته بعض الأسئلة هذا وهذا عشان أعرف أنه فعلا فاهم، يعني فعلا كان فاهم. يعني طبعا الشيء اللي يخطر في بال البعض ربما كيف، أنا رحت في اتجاه مختلف، كيف يذاكر سألت نفسي. فوجدت أنه مثل ما أفعل أنا دائما، هناك طريقة مذاكرة ناجحة معه ويكررها بشكل دائم، وهذا هو الأمر اللي حابي أناقشه معكم في هذا الفيديو، أنه أسهل طريقة للمذاكرة. الآن المذاكرة ليست كقميص أو ثوب من مقاس واحد كل الناس يلبسوه ويجي قد كل الناس، ما في شيء مثل هذا. أنا لو ذهبت للخياط الآن وفصلت من عنده لبس معين، إلا اللي بطولي وبعرضي وبمقاسي هذا اللبس يستطيع يلبس، والبقية حيكون يا صغير عليهم يا كبير عليهم. المذاكرة نفس الأمر. لذلك استغرب أحيانا عندما أشوف مثلا كتب أو مقالات أو فيديوهات يتحدث عن أفضل طريقة للمذاكرة وأنه هذه هي الطريقة الوحيدة والطريقة الأفضل لا، الموضوع يختلف من شخص لآخر. الآن أنا شخصيا كأبو بكر إدريس أفضل طريقة للمذاكرة هي أي شيء عندي مذاكرة عليه أو مراجعة عليه، أضع ما أقرأه على صيغة سؤال، أضع ما أقرأه على صيغة سؤال، وهذا سيساعدني على تذكر المعلومة بسرعة. أقرأ السطر فيه معلومة جديدة عليه أضع على شكل سؤال، مثلا لنفرض المعلومة هذه هي عاصمة كندا هي أتاوا أو أروا مثل ما نقول هنا، فأضعها كسؤال أنا، ما هي عاصمة كندا؟ فلما نقرأ السؤال أتذكر المعلومة. هذه الطريقة نجحت معي مع مواد كثير وساعدتني كثيرا جدا. الآن في أشخاص آخرين هذه الطريقة ما تنفع معهم. الآن لنفرض أنك ما تعرف إيش هي أسهل طريقة للمذاكرة لك أنت، كيف تعرف هذه الطريقة؟ أولا انظر للمواد اللي حرصت فيها درجة عالية، كيف ذاكرت هذه المواد؟ الآن ما فعلته في هذه المواد ضعه على جنب. بعد ذلك انظر للآلية اللي ناسبتك أكثر، بمعنى هل ناسبك أكثر لما ذاكرت مع مجموعة من الأشخاص؟ هل ناسبك أكثر لما ذاكرت لحالك في مكان هادي أو في مكان نوعا ما عام زي المكتبة العامة؟ هل مثلا ناسبك مثلا أنك ذاكرت في وقت معين من اليوم، في الصباح، في المساء، في آخر الليل؟ كل هذه الأمور جمعها مع بعض، العوامل المشتركة جمعها مع بعض، وهذه هي أفضل وأسهل طريقة للمذاكرة بالنسبة لك أنت. الآن هل أنت من تشاهد هذا الفيديو في طريقة لك جربتها وناجحة وتذاكر بها بنجاح؟ إذا نعم ضعها في التعليقات، ونتأكد الكثير من الأخوة والأخوات حيستفيدوا. شكرا جزيلا على المشاهدة، أشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.